جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عادتنا نكفن الميت المسلم في 5 أثواب، هي إزار وقميص وخمار ولفافتين، والميت المسلم نكفنه في 3 لفائف، فما حكم عملنا هذا جزاكم الله خيرا؟ هذا هو المستحب والأكمل، أن يكفن الرجل ب3 أثواب يعني 3 لفائف، وأن تكفن المرأة في 5 أثواب، إزار وقميص وخمار ولفافتان. نعم.